نروح هسه الى تعليقات الفيسبوك، بس قبل ما نروح لتعليقات الفيسبوك عندنا موضوع جدا مهم وهي قضيه التربيه بشكل عام. يعني كثير من الناس يقول لك التربيه الحديثه اللي هي ترك الطفل، يعني بس مجرد ترك هي شيء سلبي. انت في الشيء هذا الجلاس انكسر ووقع العصير تقول الترك، فهو هو هو اصلا هذا الشيء سلبي. ليش احنا اصلا نبني هاي النقطه على انه اترك الطفل يعيش حياته او يعيش هاي المرحله؟ وليش اترك اخو؟ نغير الترك، نقول متابع، اعطاء مساحة اكبر، مو تركه. نرجع نقول التربية او النقش او التعليم او التركيز من الصغر كالنقش على الحجر، كل هاي الامور راح تكبر تدريجيا، راح توصل مرحلة وموجودة مجتمعنا وانتم شايفيها واحنا شايفيها متوسطة، ممكن ولو هسه بدا النمو العقلي يختلف طبعا، هاي هم يراد لنا فقرة عنها، انه قبل احنا بالابتدائي بالمتوسطة بريئين، بعدنا كل شيء ما نعرف، هسه ممكن رابع ابتدائي او خامس ابتدائي جزء اقل عنده فد معلومات وتصرفات وسلوكيات مو طبيعية. هذا كله تدريجيا انا اوصل للمتوسطة واقول لك باع ابني والله وكيه، او باع بنتي تجاوبني، او باع اقول لك ترى هو مو داونلود، هذا ترى مو 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 فشي جهسه حديث، مو فيروس ضربهم، انت السبب من البدايه ما تابعته على مبدا ترك وعوفه. ولذلك موضوعنا اليوم قضيه السرقه، وقلنا الاطفال ليس بالمفهوم السرقه بهذا العمر، ولكن دائما يحب ياخذ الاشياء البراقه، الاشياء الجميله، الالعاب، هاي مشكله لازم نتابعها. نروح للتعليقات لهذا اليوم. نقول نسمات الخير، حساب باسم نسمات الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن قلب الحدث كالأرض الخالية. أحسنتم. أي صنف من البذور تزرع بها ينمو كالورقة البيضاء، فاكتب فيها ما شئت. الطفل لا سيما سارقا، وإنما بعض الأطفال لديه حب التملك، علينا توجيهه ونصعه ومنعه تدريجيا حتى لا يصبح فيما بعد سارقا، وهذه مسؤولية تقع على الأهل. مثل ما قلنا أنه نتابعه، نقول هاي عيب، هاي ما يصير، تحتاج شيء، قول للي وياك للكبير اطلبها افضل مما تنمو عنده انه ياخذها بحجه الشقه والمزح. حساب اخر باسم عباس يقول شكرا لكم لهذه المواضيع، تحياتنا لك. حساب باسم حسين عبد الوهاب يقول هذه المواضيع مهمه وتؤثر في تربيه اطفالنا، علينا متابعتهم وبنائهم منذ الصغر قبل ان تكبر لدينا وتصبح سلوكيات خاطئه. طبعا كثير التعليقات. حساب آخر باسم نور الصباح يقول صباحكم الله بالخير مباركين وشكرا لكم على هذه المواضيع. التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر، أحسنت، هذا الموضوع جدا مهم. يذكر أنه هناك الكثير من الحالات تشوفها بالمجتمع والكثير من السلبيات تبدو وتظهر على المواطن أو على الشاب، وهي سببها عدم المتابعة منذ الصغر. إذن شكرا لكل من شاركنا ولكل من كان ويانا عبر الفيسبوك، وأكيد نكرر آراءكم بفيسبوك وتعليقاتكم هي شرف لنا ونعتمدها دائما كدليل، لأنه أنتم أيضا لديكم مدرسة ولديكم أسلوب ولديكم عمل تقومون به بتربية أبنائكم.